اهلا وسهلا. اهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. أهلاً يا مرحبا يا مرحبا. أهلاً تفضل. اذا كنت تعال لي انا احسن ما انا بس ما اشغالي كثير ما بحسن انه اتنقل كثير بس كيف فقلت اذا انت بتشرفنا احسن يعني انا بحب وحده ووحده ما بتحبني بس كيف وبدنا نشوف هيك بمعيتها نخليها تيجي سبب موجود بتيجي على طول لو مكان بعيد منين مكان من اي مكان يا رب ان شاء الله يكون في اخر الدنيا وشلون يعني بتحكي مع حدا بيقلها تليفون معك صورة لا صورة معك صورة لا معك صورة منها صورتها بقلبي حب حقيقي حضرتك تقول لي اسم امها واسم ابوها اسمها زيزا زيزا حفظت اسمها شو اسمها امها ليزا امها ليزا ليزا اوعى تخربط تجيب لي ليزا بدي زيزا زيزا مو ليزا مو ليزا ليزا امها حنقوله في السر بينك وبينه بينه وبينه هو عارف وهو ما خليت لي فحم زيزا مركبوش مركبوش شكل احمر مركبوش احضره احضروا احضروا حالا خير في شيء احضروا احضروا حالا سكرين الباب عليها افتحوا الابواب افتحوا الابواب ايه افتحوا الابواب افتحوا الابواب خلوا ولا باب شو مو معك هذا؟ مو معك هذا؟ شو خف منه مو عشان عم تجيبه انت؟ خلاص روّه شوي عود 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 صيح صيح عود بالك مو معك هذا من عنا حسن ها شو حسن عادي تفضل سلم عليه ها انا فكرته معك ما بص صراحة بقى ده اكل عيش سألها بقى توبة انا قلت اعمل كده تاني ما في ليزا بالاساس تعرف شو فيه ما فيش ليزا ولا حاجه تعرف شو فيه وطيب شم نمشي الصبح لا بعد العشاء عم نصور ما